ما في زول كيف ما ويزور في حركة الردي والمساواة، ينسحب ينسحب طوال، ينسحب الليلة كبار بكرة، ينسحب منه طوال يا زول، ينسحب منه طوال يا زول. طيب هنا تمام. الدواء معاك يا بابا، خلينا التليفون حلو. طيب نشوف الزول الجاهز يا جماعة. أنا والله الرسائل وصلت، بس أنا حسي فاتح الدعاية وبعد ذاك الناس تجي ده برضو ده برضو ما قدر يتمكن يخش. لا 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 لا، مش كلام جبرين. شوف كامل زين برر طبعا، مش كلام جبرين قال موضوع بتاع الحواكير ده مرفوض. لا، لازم اول حاجه التغيير بانه قوس نتين وعميل وخاين وخان الثوره وجبان وزول بتاع بيزنس تمام ميت. لازم نثبت النقطه دي اول حاجه، ما تجي تبرر. طيب انت فجخت يا كامل، انا ليه نجيبك، نجيبك تاني، نجيبك هنا فيديو، اجيبك اجيبك سكرين شوت. ده لازم نثبت الحته دي اول حاجه. ما في حاجه، لا تقول لي انا موقفي واضح، لا تقول لي عبد الواحد، لا مني، لا جبريل، لا بتاع، زباله شت. كلهم زباله، كلهم زباله، ناس بيزنس بيزنس بس، جيب قروش اي بس طوالي، ما عندي مشكله. دي الحته دي لازم نثبتها اول حاجه. انت ما قدرت تجي تقول لي ده الحم، وانت قلت الكلام ده، ما تفرفر ساكت، انت حمام ميت يا طول. انت ما تتكلم، انت بالذات يا كامل ما تتكلم، وكريم ما تتكلم، كريم زبال. وين هنا يا صادق؟ زول كنا الصادق ده وين؟ فات الخرطوم بجد يقولوش كده للجونات زي ده. تقول لي ما انت زول بيزنس، يا ردي انت بيزنس بس، دير كم نديك كم؟ ها؟ 50 كيف؟ 50 50 مليون دولار، ها؟ طوالي طبعا تبيع. انه ما عندكم دين ولا عندكم دم. ناس قاعدين في معسكرات نزوه ولجوه. عامل نسيتك ده امس كان فات قاعد 6 سنوات بدلك للبشير كده، بمقصر له كورينو، بيطلع له الرطوبه من كورينو البشير. 6 سنوات قاعد معه جرى ثاني، ده انت تجيب معه ثاني؟ انت ذاتك لو ما زول بتاعت كده، ها كاش، ها بس جيب جيب، انا بركت لك ما في مشكله. بلاش اسخه معك. طب شنو انت تتكلم فيها زول؟ انت ما تتكلم في الثروات، انت المفروض تتكلم في البيزنس بس. كم يا جماعه انا تدوني كده، انا بشتغل كده، المفروض انت كده المفروض يفهموا موقفك كده، برنامجك كده. درت داخلية لزول بتاع قروش، ها؟ انت قاعد تلعب ولا شنو؟ طيب والله يا جماعه انا اديت كميه بتاع الدعاوي لكن ما بفتح. خلينا نردم الافهم بس، نردم الافهم بس، الجزم، عشان الشعب السوداني كله يعرف انه ده الجزم، ناس بيزنس بس. انت تتكلم، انت تتكلم مع منو انت؟ اوي طيب انا والله الليله ما اعرف الحاصل شنو يا جماعه. انا اديت دعاوي كثير لكن النادي ده سخن، عشان كده ما في زول بجي بفرتك كده، ما في زول بجي بفتح هنا. الله يسامحك، ما كلامي صح. انا اذا فاضي يا زول، بيدلك البشير كان اساله، بيعصر كريم بتاع البشير وبيدلكه وبيفك له الركب حقه ده، وكان طبعا عنده وجع في الركبه، وقال نحله في معسكرات النزوه ولا جوه 5 سنة ولا 6 سنة قاعد يدلك للبشير، قاعد هناك يعمل له مساج كده، يطقطق له ظهره وبتاع. فحسي ده جاء وقف معه، لما شافه كده يتلولو جلده شغال كده 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 كده. هم كلهم مشاطات، هم وكريم ذات، كريم ذاتك انت اكبر مشاطه. انت تتكلم مع منو يا زلمه؟ انت راجل مع الرجال، انت تتكلموا، انت ما تتكلم، انت المفروض لما الرجال يسكتوا المفروض تسكتوا انتوا، الرجال لما يتكلموا انت المفروض تسكتوا.
دعوة هنا، أنا بدي دعوة لكن أنا ما أعرف الدعوة ما بتمشي. يا جماعة أي زول خشت الزول الحرامية شنو يا جماعة؟ حرام صح؟ يا استاذ احمد لقد تهيئة يا اخي، مرحبا السلام يا يا اخي بالله ليه نازل كويس يا اخي؟ اي جنجبيت رباتي نازل قتل قتلونا يا اخي. والله يا هو زي ما شايف انت الواحد قاعد مرتاح في برا وماكل وشارب ولسه داري يجيب مع الجنجويت الرباط القتلة. اي مالك بالشبكتيت، انا تعبان شويه من القضاء، الشبكه تعبان شويه. اول اميل دكتور جبرين مناوي اي حركه وسخانه، نزل نازل بتاع فلوس يا اخي، نازل دمرانا يا اخي. ناس 18 سنه قاعدين في معسكرات، ناس لا ياكلوا اكل تمام لا يقروا تمام، يجي يتحدث هنا ما في هواكير؟ ما في هواكير كيف؟ الدنيا دي كلها ناس عندها هواكير قاعده يا اخي. هنا نمشي وين يعني؟ دار مساليد ده ما في، نحن نخلوا البلد نمشي وين؟ ثاني نمشي وين؟ نازل بالهم تمام يا زول، هي ناس كلهم خونوا وجبنوا ديل الأملاء ديل يا اخي، نعم كلهم جبانين ساق الديل يا اخي، باعوا القضيه يبيعوا اي حاجه ذاته ديل. ديل ناس ما عندهم دين ولا عندهم قديم الانسانيه ديل يا اخي، ديل ناس بتعمل بيزنس يا كمبا يا اخي، بالله الناس ديل يا اخي ما ترحمهم ولا اي شيء. كويس يا زول، إن شاء الله هاي اردمهم يا زول، لك التحيه يا زول. تسلم. شكرا شكرا تحياتنا. لا لا كيف ايوه لازم الحته دي لازم تثبت، عشان تاني لو قال لك اركب في الثوره ما تركب. انت ما شاب السوداني عارفك يا اخو، هسه لو جبت واحد من الشماليه بقول لك والله يا احنا عارفين الوثيقه الدستوريه دي مقدودة، وعارفين انه الناس اللي قاعدين كتبوا الوثيقه الدستوريه منو، وعارفين منو البلع اسالونا نحن الشماليين، يقول لك بنعرف نوريك الوسط منو والعفو منو. الكلام ده قاله ابراهيم لما كان كتبنا نحن وابا يديني انا بالتحديد، انا ده اسمه كريم، لما كتبنا انا وابراهيم ومنو منو وبيش وبتاع كتار شو اللي كده كتبنا انه انتم عنصريين، فانا بس انا الوحيد هو قاصدني انا طبعا. ها شد قدام دعاوي ابو رهف طلع لايف قال لي قسما بالله انا لو طرشت والله، قال لي حركاتك المسلحه دي، قال لي مش عريانين في الحكومه، ما احنا عارفين القائد هناك منو والباع منو والاشترى منو والسجم الرماد منو، فهذيل معروفين يعني معروفين ناس كده بزنس موضوع منتهي، فاي زول يشيل بندقيته ويحمي نفسه من الاخر كده بس ما في حاجه. كميتي طبعا داير يسقط مسهلات جاي بديله ناس الصحوه ولا زفت الطين، وكلهم مجرمين كلهم قتله عموما. انت حلك الوحيد تشيل بندقيتك بس، ما عندك اي حل ثاني، ما في اي تفاهم، بعدين كلهم ناس كده عارف بزنس بس. هاي 50 طوالب ينبطح لك بقى عليك في السرير عديد، ما عندك مشكله. يا احمد مرحبا السلام يا اخي، والله انا ما بعرف لكن ليه انتوا بس يعني كأبناء السودان عموما كده، يعني ما دار نقول يعني دارفور بصفه خاصه، ليه بس انتوا بتكرهوا قبيله معينه؟ انا هيك من مني جبريل ده، انا ما عندي بهم شغله، لكن طيب ليه انتوا بس بتكرهوا عبد قبيله؟ الواحد ده ليه لما بس؟ عبد الواحد ده لما ردمته برضه ردمته يعني قبيلته كده. والله مو زم، انا ما طيب مش طيب عارف انت عامه الكيزان بس لما قبيله ردمتهم واحده برضه بس، انا ردمت ما قبائلهم؟ الكيزان لحظة، الكيزان لما ردمتهم برضه ردمت قبائلهم؟ والله كيزان كيزان ما في زول قاعد بردم كيزان، انا شايف اي زول لا بيرد لا زول بيبني قاعد انت شحتني جبريل 200 لحظة، واحدة واحدة عكوي. واحدة واحدة. اول مني ده معروف طبعا، ما انا احمد ده بثبته معروف قبل اليوم فات عمل اتفاقية مع البشير ولا ما فات؟ امل وكداك الناس النازحين ولا جايين قاعدين في المعسكرات ولا ما قاعدين؟ قاعدين وناس القاعدين ده طيب نحن لحظة لحظة اصلا لحظة كده لحظة بالتحديد، ما لحظة في ذاته ما لحظة في لحظة ولا لحظة السودان دقيقة الاصلي لحظة تقريبا لحظة 1500 قبيله، لما شال لحظه ما سلاح في دقيقة ولا لحظة، ما انت تحديد. قدرت تنقبض، ما قدرت تنقبض لما هو شال سلاح كان بيدافع للنازحين واللاجئين ولا ما بيدافع؟ وقت شال سلاح، شال ها سلاح من اجل الكل يعني، ما بس ما خلاص يعني ما هو قبيله النازحين معينه. واللاجئين والتشريد وكل الكلام التفاصيل ده صح؟ نعم طيب منو قتل الناس في دارفور؟ مش البشير؟ نعم مجرم ولا ما مجرم البشير؟ مجرم حقا، انا ما فرات اقدر انبطح له اقول وعدير رقت له وخلى اهله وعشيرته في المعسكرات ميتين ابو اهلهم طالع ولا ما صح؟
يا اخي ده حاجه ده لحظه مش كيف دول لحظه راجل معلش بمشي يا دون، ده بمشي ما محل بالزوجه البني، اصلا ده ما محل البني كده بقى. رجت للبشير ما زي ده زي بقى الصينيين في دحر ولا بقى صح ولا ما صح ده مستحيل وحاجه زي ده يا بقى اخي؟ عشان كيف ما هم فات ليه هناك قاعد معه 5 سنوات يا بابا، والناس كانوا قاعدين جعانين بمسكرات النزول اللي جيت تتكلم كيف؟ دي هنا ما فيها قبيله يا صاحبي، لازم نردمه، ما في لازم نقول له دقيقة بس ارزقي. اسي الليلة ما مشكلة اسي مش اول امبارح كان ياهو عندك دمون جبريل مشى اسي جبريل الليلة لو كان هو بس لو مسالاتي لا والله انا ما في العظيم حاجه الان اسمه بكون مزاتي بجيب له حبيبنا، فوق سلام وبجيب عليك له عبد الواحد تحية ده ارزقي. دقيقة هسي عبد الواحد، لحظه لحظه، عبد الواحد ده ارزقي، اه رايك شنو؟ عبد الواحد والله في وجه ما نظر ما ناس هسي معينة اه ارزقي طيب لكن في فات بعض الناس قاعد مع يعني حبيبنا عبد الواحد، فات عندك قاعد مع الكيزان، لحظه، قاعد مع الكيزان وسلم عليهم وقاعد مع اسمه منو يا اخي، ما هسي ناس الصحوه ديل قاعدين في الجبل، اها برضه ردمناهم انا رمضان اللي فات 30 يوم لقاعد العيد قاعد اردم في عبد الواحد بس. اي طيب ناس من زمان قاعدين طيب بتلوموا ما ها يلا ما هم سمسم، ما تجي تقول لي انا بتلوموا هو طيب زي ما حبيبنا، قلت ما في لي حاجه اسمه حاجه هنا لو بس عليك قلنا قبيله ده حبيبنا، بس سلام قبيله عليك، ده ما في حاجه، الشغله اصل دي ما الناس تربطها هوي الزغاوه، هوي ما تربط لي الزغاوه بمني، ما بربط لكن برضه ما هو تربطه لي، يبقى وفي ناس الزغاوه دي دقيقه البريئين. دقيقه انا قلت هنا زغاوه، انا ما قلت زغاوه، انا لما جلدت في كامل ناس قلت له انت هم زغاوي؟ ما خلاص هو لا 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 كانوا لا، انت درجه قليله دافع من الكلام دقيقه، اللي هم لحظه كانوا لحظه، انا انت ما درجه بدافع دافع والله ليه؟ ما بدافع دقيقه انا ما لا انت بدافع درجة. لكن انا طيب ما مني ده، لحظه اصلي من انتوا ده مني ما ده فات مش هقول رجت للبشير قاعد على السرير وظهره اصلي 6 سنوات انا ما انت ذاتك اللي ده هسي الليله ده تمشي بس، تقتل مني ولا امشي ذاك هو ما كمان نقتله قاعد كيف؟ انا ما موجود ما عندي نقتله، مشكله انا ما لكن نقتله، نقتله بتاع مازن انا ده، بحاربني حيرنا ده، حيرنا، تسلم تسلم انا تسلم اشيل تسلم بيت تسلم يا حبيبنا، تسلم يا غالي. طبعا البني خشب ما خلى الحقنه دي طبعا برفضوها، نظيف يا جماعه، انا قلت زغاري هنا ما قلت. طيب عبد الواحد ده انا برضه في واحد ورايا يجي يقول لي لا لا بتاع، يقول لي لا لا كده انت ما تدقه، انما شخصيه قوميه يندق، تقول له ارزقي، تقول له يا اخي زلنا 5 سنوات فات. النازيين اللاجئين قاعدين في معسكرات النزوه ولا جو بيبكوا بدموع والجنجويد يغتصبوا يدقوا فوقه، حسي هو فات عمره سلام على الميت ده، سلام بتاع مصالح طبعا، بزنس كده يعني، بزنس قروش بس، ادوني قروش انا بربط لكم. البشير دفعت ليه ورقه زي ده؟ ده اصل بتحرر البشير 6 سنوات وبعمل له مساج مني، منو ده نتكلم مع ناس تتكلم كيف يا راجل؟ لا تربط ليه الموضوع. طيب لو في واحد وراي، طيب برضه جه طلع لايف عشان انت ده تصنفها قبليه، لو جلدوا وجلدوا كثير برضه قول له لا لا والله عشان هو زغاوي، ما هو الموضوع ده ما باكل عيشينا، كون تربط الشغل اللايف قبيله دي هنا ما باكل عيش. طيب لو ردمنا الكيزان هاي المجرم ده عندنا مجرم، ها طيب السلطان حقنا ذاته نهار ما جلدناه بتاع دار مصاري ده برضه، ها كيف يعني؟ حلل لي كده فسر لي، السلطان كبير ولا مني كبير؟ كده بس السلطان عنده مرتبه اعلى من مني ولا مني عنده مرتبه اعلى؟ زمان السلطان ده قاعد مني ذاته وينه؟ مني هو قريب منه ولا جيران منه؟ يا اخي شوف مراتب ريتك وين؟ ندي دعوه ثاني طبعا البنج لما انا بجرب كده عن برا، طبعا انا الحقنه ما بديها ساكت كده، انا ما بديك حقنه ساكت كده، انا لما اجر الحقنه دي بلخبطها، بكون فيه امبكلوكاسين وتروبتوماسين وجنتوماسين وبنسلين وبنسلين ماي، بجرها كده لما اديك لا زي ده بعمل لك هدي كلام في 200 مجرم. دقيقه يا جماعه، طيب قهوه هنا، ده ارزقي ده دار له كلام كمان، دار له 2 اتغلطوا دول، خلى اهله اهله من بني جلد تغلى في معسكر النزول ولا فاضي البشير. السلام عليكم. يا مرحبا، السلام. يا تمام مرحبا، السلام. كيف حالك؟ بخير والله، يفضل. صوت افتح الصوت، صوت فاتح. تفضل أحمد كسلة تفضل. أخبارك شنو؟ الحمد لله والله. أنا طيب ما عندي معك علاقة كثيرة لكن شايفك بتنبح كثير في وسائل التواصل ننبح ولا بتكلم؟ يعني قدر أنت زي ما أنت بتشوف انت إذا أنت خايف من رأيت منو لابس نظارة؟ شنو؟ خايف من منو لابس نظارة انت سوداء؟ دي نظارة بتاع نظر يا أخوي مش نظارة افتحها بس أنا انت في زول، هسه في زول بيلبس لك كمامة في اللايف 5 دقائق، دقيقة، في زول بيلبس لك كمامة
والله انا ما اعرف ناس الله يبدي انه بكورونا يعني ولا كيف يعني تلقى واحد زي ده لابس كمامه كده في اللايف تمام يعني الناس اللي ما قاعدين تقلق. يشاهدوك دقيقه لحظه الناس اللي بيشاهدوك في اللايف بيكون عندهم كورونا رساله للناس ما تخرج النايفاتيه اللي ما بيطلعوا لا نايفات ما تخرج ما تخرج من انا سياق دايرك تغمد الموضوع شوف بس غمد لي عيونك كده انت ما عندي مشكله انا ما تخرجني من سياق الموضوع. يا انا ان اخي شاء الله طلي نتكلم انا ما بتكلم ما لم تطلع النظاره معناته داير تهرب. انا ما بقدر اهرب طيب تفضل تفضل عشان كده انت داير تلقى لك حاجه كده الزوق بقى تفضل انا لو داير تهرب قول لي انا داير نهرب بس. لا لا تفضل 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 معقوله يا المهم على اي حال انا شايفك انت قاعد تنبح كثير جدا جدا في وسائل التواصل لي. طبعا طبعا لازم انا مش انبح انا عندي انبح قلقاسين وتركت ماسين بطن الجنجويت والرباط والقطنة وهم التين ام سهلان اي زول بنجلد تتوى مسيو تتوى ها دعني ده شنو نكمل ده يا راجل ده شنو ده خليك عندك عدد من الحوار ده شنو ده هسيوي دعني خليني نكمل معاك يا خليك انا عندك عدد من فرنسي الحوار يا خليك عندك انا زول فرنسي مؤدب عندك انت كزول بتتكلم خليك عندك لا عدد لا من انا الحوار يا انا خليني نتكلم فرنسي يا اخي خليك خلينا نتكلم طيب ما تتكلم فرنسي ما تقاطعني طيب خليني نكمل كلامي يا راجل. اول طلي نظارتك انت ما انا خايف من منو انت خايف من النظاره؟ النظاره دي لا تخوفك لا ليه؟ النظارة دي بتعمل لي هنا وجع راس طلي نظارتك دي واتكلم خايف منها؟ اقول ايه خايف منها دار عشان نزوق. انك طارق سكرين شوت طيب دقيقة لكن طلع النظارة بسكرين شوت لأنه بتكون حلوة انا حابب نتكلم بنظارتي في لا الموضوع لا ده لازم تحت تطلي نظارتك انت عندك مشكلة شخصية معينة طبعا لا انت. انا ما عندي مشكله شخصيه لكن لازم طيب خلاص نفهم يلا انا مسكت لازم نتكلم لازم انا مسكت تليفونك قلت لك انت ما تطلع لايف دعني نكمل دقيقة دعني من نكمل دعني هوي انا اللغة العربية ما بعرفها خليني من دعني وخليني وارقد ليه قاعد انا تتكلم مسكت بشنو؟ ده تليفونك تمام من الدواخه. لحظة انا مسكت تليفونك قلت لك انت ما تطلع في الميديا اول حاجه دار تزوق قول لي انا دار نزوق قول لي انا انفزرت لا وخفت انا ما منك وما انا طلعت. هو يا حبيبنا انا شفت زول لما يجيني كده يا بابا بشم ريحته يا زول بعرف توجهه شم غير ريحته منه شو؟ بشم ريحته يا زول اسمعني طلع النظاره لماذا تأتي طلع النظاره يا زول طلع نفسك النظاره بعدك انا بديك لماذا الجاسوس تدي نفسك الصكوك لماذا تدي نفسك الصكوك لأي حاجة طلع أنا النظاره بشوفها يا أنت زول ليه؟ طلع النظاره ما بتأمرني طيب حلو رايك شنو ما في هيمتيو بتأمرني طيب حلو خلينا رايك شنو في موسى هلال الجنجويت وهيمتيو طيب قول لي خفت لكن ما تأمرني حلو تمام خلينا طيب رايك شنو في هيمتيو الجنجويت الرباطي وموسى هلال انت رايك شنو في عبد العزيز الحلو؟ عبد العزيز الحلو ده حركه اخطا ما اخطا هناك يقطوا رقبته يدقوه يشلتوه هناك المنطقتين هي ادرى بعبد العزيز الحلو هناك انت دارفوري انا دارفوري اي دول في دارفوري اخطا هنا نحن نخط في فتيل انا انت جنجو ماذا تعني بكلمة الجنجويد؟ الجنجويد اصلا البشير جندهم هم عباره عن ملايش من خليك من البشير عباره جنتهم والله جنتهم زول تاني. انا حبيبنا دارك انا تشخص لي هو كلمة ما داير سرعه الجنجويد اسمع ما داير لوك 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 اسمع ما داير لوك 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 كثير الشعب السوداني بعرف الجنجويد يعني شنو والملايش شنو وموسى هلال منو وهيمتي منو ومرجيتهم شنو موضوع مفروغ منه ده ما داير غلط انا داير تعريف واضح وصريح لغه واصطلاحا ما هم الجنجويد. بعد كده ابدا الجنجويد نتكلم معك. اصلا جين كان في انت رجل الدارفور يا دعني دقيقه نكمل يا رجل. اذا دقيقه كان لحظه ما داري ارد على الشعبي يا يا اخي شعبي ما خليني السوداني الناس اتفضل الساكنين في يا اخي الشماليه ما تقاطعني يعني ابن يا اخي ما ما تقاطعني لغه اصطلاحا يا حبيبنا يا ناس ما الشماليه تقاطعني في دارفور نحن عندنا الحصان اسمه جوات كانوا هم راكبين الحصان وادوهم الجيم ثلاثه جيم وجوات جيم جويد لكن اصلا كده هم لايش عباره عن مواطنين وبواسطه موسى هلال سلهم وهفنا ورجيجا ودحما جابهم من نيجر ومالي والسنغال وتشاد وحسي انت هتشوف الفيديو وان شاء الله هتشوف الزيت وحتى التعديل هيثبتوا لك هنا بالفيديو تمام اسمعني بالفيديو بتاع دعني انت نكمل درت انت معلش. دقيقه انت ثوري طبعا صح؟ تقيف مع الثوره ولا دير تقيف مع الجنجويت والقطنه وحتى الحركات المسلحه الباو والكيزان انت درت تتكلم عن شنو هسي؟ انا لا ثوري انت ولا ما عندي ثوري؟ علاقة بالثورة انت ما ثوري ولا الفيديو عندي كده علاقة اللايف ده شنو؟ انت ما اسمعني يا اخي ثوري نكمل يا اخي الجابه هنا تفضل يا شنو؟ اخي حبيبنا اللايف ده احنا فاتحينه بتاعت ونسه بتاعت قهوه مع ثوره
انت ما صورت انا ما جنبك داري هنا شو؟ جاوبك انت على المدخله والله كده شنو العظيم هذول؟ انت طلع نظارتك يا يا ولد، طلع الحكومه نظارتك، وذهب طلع الباطل نظارتك، ان الباطل طلع كان يبوح. نظارتك يا الان ولد، انت طلع باطل نظارتك، والباطل مهما انتفخ طلع فان حياه نظارتك، الحق فسوف طلع يلعب. نظارتك انت يا زول، الان لا طلع تستطيع نظارتك، حق ماري، انت حق ماري، حق رباطي، حق ماري، بلاش وساخه ماري، حق ماري. الله اكيد اكلها طبعا، قاعد في فرنسا بقيت له في حلقومه. انا بقول لك في حلقومه، انت ما قادر تضرب الجنجبيل ولا الانتحازيين ولا قادر تضرب الكيزان ولا انت ثوري. طب المدخنه كده شنو؟ عشان ما يدعينوا ليه انا منو؟ قطعنا فيه سكريم شوت لما اكلها وكده، بس بيولوجيا كده بنعرفك انت منو. طيب طيب نجيب الزول ده يا جماعة، نجيب الزول ده. طيب هنا هنا اوكي يا هنا هنا في الماسنجر.